من بعد ما انطلقت باخرة ستارز اون بورد بالليل من ميكونوس، وصلت تاني يوم الصباح على بودروم بتركيا. هذا الشيء بيسعدني اني انا اكون موجود بستارز اون بورد دايما. ويلا متى انا على المسرح؟ واللي اعمل ايه حبيبي؟ ليش اول مره بتصير معي؟ اظن انه انا اللي طقيت عينك. شط بحر الهوى الليله العاشره بتوقيت بغداد على ام بي سي العراق.